حسب علمه لم تكن حاصلة على الجنسية الأمريكية، وأكد أنها مؤامرة لإبعاده عن انتخابات الرئاسة. في اللحظات اللي احنا قاعدين فيها دي بنجهز قضية ترفع في مجلس الدولة غدا فورا، افهم، لانه طبعا في حد قال لي قد يكون تشابه اسماء، قد تكون معلومات صحفية، جايز يكون اختلاط او خلط بين جنسية الام وجنسية الاخت، جايز يكون اي حاجة، انما لا يوجد. وبعدين ده هما بيزعموا ايه بقى، انها عاشت مش عارف 68 ولا من طول عمرها مصرية عادي جدا لغاية قبل ما تموت بشهرين ثلاثة بس، وهي في مرض الموت، وهي كان عندها حالة القلب ومحتاجة إجراء عملية ومهددة بالموت يعني، لغاية قبل شهرين ثلاثة حملت جواز سفر أمريكي. معلومة لا أعلمها مطلقا، وكأنها بالنسبة لي خيال. وهي رجعت طبعا آخر زيارة لها وهي في حالة صحية، كانت عندها يعني أصيبت عليها رحمة الله بجلطة في المخ في آخر فترة، ثم أصيب الحالة القلبية دي تفاقمت، فكانت الحالة الصحية بهذه الصورة. ولكن في النهاية أنت بتتكلم عن 20 30 40 50 60 70 60 68 سنة، وبعدين قبلها بثلاث شهور تزعم انها صارت امريكية وجت في الزيارة الاخيرة، وفي امين شرطة شاف جواز السفر بتاعها وكتب انها تحمل جواز سفر امريكي وسجله في الجوازات ولا حاجة، وهي لا استخدمت مثلا جواز سفر امريكي لا في فتح حساب في بنك ولا في صرف فلوس ولا في كريدت ولا. وبعدين هي الجنسية الامريكية دي حاجة بسيطة كده، مش لما يجي واحد ياخد الجنسية الامريكية من ضمن المستندات انه يصوروا له بالفيديو وقعة حلف اليمين، انه يبصموه على استمارة الحصول على الجنسية وبدء حياته الامريكية، انه في مليون حاجة. فما ينفعش واحد ينفي وبعدين يطلعوا عليه مثلا حاجة زي كده. فأنا مش عارف، أنا الحقيقة بقول لكم بوضوح برغم كل اللي أنا قلته دي كلها ما هي إلا معلومات كده يعني اللي أنا بقولها لأول وهلة، ولكن في الحقيقة أنا في مرحلة استيضاح، لأن أنا أشعر بأنه في أنا نسيت أقول لكم ليه أشعر بوجود مكيدة، لأن النهاردة بدأ بقى نوع أو نوعية الشخصيات اللي بتتكلم في الموضوع تختلف، تبقى موضوع شخصيات أهم، شخصيات لها صفة حكومية، لها حيثية سياسية. الله، لا ده مش صحفي كاتب بقى في جورنال، يبقى المسألة ماشية في حالة تصاعد. والحقيقة أنا لولا أني مش عايز ألوث يعني آخرين، لكن ده مرتبط بأحداث من اللي حصلت في خلال الأسبوع اللي فات، أن مين اترشح ومين ما ترشحش ومين هينسحب ومين مسافر ومين جاي ومين كذا. الحقيقة يعني تخليني أقول يعني هل التربيطة دي طبيعية مش طبيعية، الله أعلم. على كل حال أنا يعني جايز تكون هي دي الصورة التي وجدوها مناسبة للتوقيت البدري عشان ما يستنوش وتبقى هي الحاجة. ده القضية التي أسميناها وقتها قضية أم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، هكذا كان العنوان الأساسي لها، لكن هي في كل الأحوال تكشف الزيف في وسط تيارات الإسلام السياسي، خاصة أنه جماعة الإخوان وكل الجماعات المتحالفة مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أيدوه، وهم يعلمون جيدا أن السيدة والدته حصلت على الجنسية الأمريكية. ما فيش حد هياخد الجنسية الأمريكية سرا، وابنها مش هيبقى عارف. أنا قلت حتى قبل كده أنه في السن الكبير لآبائنا وأمهاتنا بنبقى عارفين حتى ميعاد دخولهم الحمام امتى، وبنبقى عارفين ميعاد ذهابهم للطبيب حتى. انما في ام تحصل على جنسيه امريكيه ويدعي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ليته حتى ادعى انه لم يكن يعلم، ولكنه دافع عن هذا الزيف.